خلينا نبدأ بسؤال عام، كيفاش تتبعوا انتم في الانتخابات من 2011 لليوم، كيفاش تفسر جمعية مراقبون النسبة الضعيفة هذه في المشاركة في الانتخابات المحلية؟ يعطيك الصحة. هذا نحط الإطار العام بالنسبة لمتابعة مراقبون الانتخابات منذ 2011، واللي احنا قاعدين التسع مراحل انتخابية في معز. احنا كنا ذكرناها في الانتخابات التشريعية وفي الأول المجالات المحلية أن هي معناها انتخابات جافة لا ترتقي تطلعات الشعب، وقال الناس اللي تعنى بالشأن الانتخابي ناهيك أنه ما تجاوزناش 12% في المراحل، معنى أربع المراحل على الأقل الأخيرة الانتخابات. نسمع فيك. ولا آخر إحصائياتنا ولا قراءاتنا في الانتخابات احنا وصلنا 11.6% مع 1.4%. هذايا وكنا معناها هبطنا بيان وعبرنا عليه في الندوة الصحفية اليوم الصباح على انه على الهيئة وعلى المشرع انهم يعاودوا مراجعة القانون الانتخابي ويشوفوا معناها الفراغات اذا كان صح التعبير او الكلمة، انه ثم فراغات في المجال الانتخابي في القلب الانتخابي، وناهيك انه اهم حاجه بالنسبه لنا احنا لانه تم انشاء سير عادي للانتخابات، لكن اهم حاجه اللي هما 26 دائره ولاو معناها ما فيهمش مترشح على المجالس المحليه، وهذا يعاود يرجع لنا الانتخابات التشريعيه اللي تفقد عنا 7 دوائر انتخابيه بدون مترشح، وشفنا النزاع اللي صار والجدل القانوني اللي صار بين سيد رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس مجلس الهيئه مستقل الانتخابات، انه المجلس النواب الشعبي يقول خطا كان من الهيئه انها تعلن النتائج النهائيه للانتخابات التشريعيه وكان عليها انها تعمل تكمل بقيه المجالس اللي هي شاغره، وهذا تم تداركه في الفصل المرسوم عدد 8 اللي هبط في 8 مارس على اساس انه لا في اي حاله من الشهور تتم فما انتخابات جزئيه، والى حد الان اصل الشكل الاصل القانوني ما زلنا ما نعرفش. شنو اهم التجاوزات والخروقات اللي عاينتها مراقبون جمعيه مراقبون؟ باهي اذا كان احنا نربط معناها بالنسبه الضعيفه اللي هي 11.5 ماناش باش نلقاو برشا خروقات اللي هي اللي جرت بها العاده انه معناها نقل ناخبين والا محاوله شراء ذمام الناخب، فهمت، والا تاثير على الناخب في بعض المناطق معناها من الدوائر اللي كانت فيها للدور الثاني، هذا بصفه اجماليه وكنا نبهنا له، لكن باقي نفس القانون كي ترجع نفس القانون يقول لك نشوفوا مدى تاثيرها على المسار ككل انتخابي، علما انه في راهو المسار الانتخابي ماهوش معناها بصفه وطنيه لانه هو على دوائر ضيقه اللي هي العمادات.